طيب دكتور، يمكن في برضو بعض الناس كده يطلعوا لك تبريرات، اصل هي مش عارفه ايه فاستفزت الولد اللي واقف ده، او استفزته او جرأته ان هو يقول لها كلمه مش حلوه او ان هو يلمسها. انا دايما بقول انه حتى لو كده، هو ايه المتعه اصلا اللي بتعود عليه لما يخبطها خبطه ويجري، او لما يقول لها كلمه ويمشي؟ يعني ايه المتعه اللي بتبقى هنا؟ المتعه اللي هنا زي بالظبط الطفل الصغير لما بيلعب، هو ايه متعته انه يشد حاجه ويجري؟ هي حاجه طفوليه، تصرف طفولي، تصرف غير ناضج، بيحسسه ان هو موجود، بيحسسه ان هو انا ليا قيمه لما بعمل ده. وحقيقه الامر ان هو شكل غير ناضج بالمره، يعني هو شكل لا يرتقي للنضج، هو شكل طفولي جدا هو بيعمله عشان يملى نفسه، عشان يحس ان زي ما قلت كده ان هو موجود، وان انا بعرف اعمل حاجه، بعرف اعمل زي بقيه صحابي. وطبعا بيغذيها الثقافه المجتمعيه، ان انا النهارده عشان اكون راجل فانا بعاكس، عشان اكون راجل فانا بعرف ابص على دي وابص على دي. فدي بس فكرة. هي للأسف هي مش معاكسة، يعني هو الموضوع لو معاكسة ولا حد بيقول لحد انت حلوة ولا جميلة هنعديه، بس فكرة انه حتى دي ما تعديش والله، حتى دي ما تعديش. ده ممكن نعديه، بس فكرة انه حد يضايقني بألفاظ انا مش حابة اسمعها، ببصة انا مش حباها، بانه كمان يتخطى خصوصيتي او خصوصية جسمي ويلمسني، دي اكيد حاجة طبعا. ما هو المصيبة الكبرى ان احنا بنعديه، يعني المعاكسة بنعديها لانها حاجة مقبولة، فبالتالي الموضوع بيتمادى. احنا بنعتبر ان هي وصمه في حق البنت ان هو بيتحرش بيها، هي اللي بتعتبر ان هي مكسوفه وخايفه من الفعل ده، في حين ان هو تعدي منه على كل حاجه، على حريتها وعلى وجودها وعلى احترامها وعلى كل حاجه. فده شكل غير انساني بالمره. طيب خلينا نوسع دايره المسؤوليه شويه ونقول ان الموقف حصل في الشارع وفي شباب واقفين وفي ناس واقفه وموجوده، الناس دي لو زعقت او استهجنت الشخص هيمنع الموقف بس ولا هيهز فيه حاجة أو يغير فيه حاجة؟ المتحرش يعني هو إحنا أصلا لو نستهجن ده كمجموعة كلنا مع بعض ده هيفرق كتير جدا. يعني لو الثقافة المجتمعية بتاعتنا بتقول إن التحرش ده حاجة مستهجنة فعلا مننا، الموضوع يختلف تماما. بس إحنا للأسف بنتخانق مع بعض، هو مسؤوليته ولا مسؤوليتها؟ هل هي المسؤولة عن التحرش ده ولا هو المسؤول عن التحرش ده؟ سايبين المشكلة بتحصل وبعدين إحنا نتخانق في بعض، بنتخانق في بعض في مبرر غير حقيقي. ما هو انا طول مثلا ما بدور بقول ان فشلي سببه ان الناس مركزه معايا وبتحسدني، او ان انا الناس مش عارف عايزه تاذيني، فحقيقه الامر ان عمري ما هتحرك. فلما بدور على سبب غير حقيقه المشكله عمرها ما هتتحل. وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا ندور على مبرر للمخطئ. هو راجل غلطان فاحنا عايزين بنبرر له، وبنرمي اللوم على الضحيه كانها هي المسؤوله عن ده. صح.